السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. محور برنامج أرض السواد الرئيسي واللي ندافع عنه بكل حلقاتنا هو الفلاح العراقي. أكو مشكلة عالمية ما تخص فقط العراق، هو موضوع الهجرة من الريف إلى المدينة اللي بدت تقريبا من أربعينيات القرن الماضي، ولكن الأسباب تختلف لكل فترة معينة. إذا نبدأ بها بالأسباب القديمة بالأربعينات وبالخمسينات، كان هناك انتقال من الريف إلى المدينة بسبب توافر فرص العمل والحياة الكريمة والخدمات وغيرها في مراكز المدن. وبعدها اتجهنا إذا ممكن إذا نوصل إلى مرحلة الثمانينات، كثير من المحافظات الجنوبية خاصة هاجروا إلى العاصمة بغداد أو إلى مراكز المدن بسبب حقيقة حروب النظام البائد، كانت مناطقهم عبارة عن جبهات قتالية. والآن استمرت الهجرة بسنوات متعددة إلى وصلنا إلى هذه المرحلة السنوات الأخيرة، والسبب الكبير جدا الهجرة هو شح المياه ونقص الخدمات في المناطق الزراعية. كيف اليوم على الحكومة العراقية الحالية، ومثل ما ندرى اليوم أنه رئيس الحكومة السيد السوداني هو ابن القطاع الزراعي ويعرف كل خبايا وأسرار هذا القطاع، كيف اليوم نوفر عوامل جذب وعوامل إبقاء للفلاح العراقي بأرضه اللي للأسف حقيقة خسرنا أراضي زراعية كبيرة بسبب هذه الهجرة. طبعا راح نناقش كل هذه الأمور مع الشيخ ضياء الربيع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، مستشار الاتحاد العام نعم. الجمعيات الفلاحية. نرحب بك شيخنا. بارك الله بكم. بارك الله بكم. الله يخليك. واني بصراحة كقناة لكم وهذا البرنامج مالك رائع جدا. نعم. واتمنى ان يكون يوم مو اسبوعي. ليش؟ هيك حتى تعبنا الاداره راح تسمع. لان ليش لا؟ يعني عمليه احنا التطوير العراقي نعم الا عن طريق الزراعه، والزراعه يعني تعاني ما تعاني. صحيح. فاحنا ما البرنامج هو بالاسبوع يوم، لا ثمرتين احنا عندنا ميداني وعندنا اتمنى يصير يوميه. ليش؟ وبارك الله بكم، جهودكم جهود مبارك ان شاء الله. وفعلا حتى لانه يستحق هذا القطاع الزراعي، هو شكل عصب الحياة. ربي يحفظك شيخ. شيخ عضو مكتب تنفيذي له الآن مستشار قبل جيد؟ أي أربع خمس أشهر. إحنا متعودين عليك دائما نستضيفك عضو مكتب، ووجودك مهم جدا، أنت حقيقة تمثل قيمة كبيرة جدا، والفلاحين حقيقة أغلبهم يمدحون بحضرتك على الجهود الكبيرة. شيخ أنت محب للزعيم عبد الكريم قاسم، أكو إشكالية دائما حقيقة ضد الزعيم، خلينا نقول زعيم احتراما لوجودك. نعم. انه كان هو السبب بتشجيع الهجره، هجره الفلاح العراقي من ارض الزراعيه الى مراكز المدن، وحقيقه خسرنا اراضي كبيره جدا، والفلاح متعود على ارض وعلى مساحه كبيره وعلى انتاج وفير وغيرها، وحقيقه يعني انظلم بهذه الهجره. تفضل. تحياتي لكم، تحياتنا عبد الكريم قاسم وكل اللي جوره. الهجرة صارت، احنا المفروض ندرس الواقع اللي موجود، اللي كان الفلاح يشتغل ليل ونهار وعائلته كلها وناس السنة يطلع مطلوب، فمن جت هاي الفرصة فر، يعني شلون واحد مسجون وفر. إضافة إلى قسموا لهم أراضي وانطوهم أراضي وما غبن، يعني نرجع لنانا العملية، يعني انطى 1000 دونم للقطاع اللي موجود قبل وانطاها، يعني قالت تزرع بيها، ولكن هم نفس القطاعين قدروا بعدين سحبوا. ليش؟ العيشة اللي كان عايشين تختلف عن العيشة اللي صارت بعدين، والفلاح قلت لك كان يعاني هو وعائلته وكله يشتغل، بالأخير رأس السنة وهي كل الشعب العراقي خاصة العلب الجومي يعرفوها الشغلة. نعم. فالفلاح كان، لكن من توزعت أراضي وصارت أراضي صار هنا نرجع عملية أخرى، استصلاح الأراضي. لو كان عندنا استصلاح مثل ما صار عندنا مثلا دلمج وصار وانتهى، يعني تينط انتاج لحد الان، ولكن مو ذاك الانتاج اللي في وقتها من كانت استصلاح التربه. لو كان الحكومات اللي جاي المسابقه وجاده بالعمليه دعم الزراعه، كان المفروض تستصلح هاي الاراضي كلها، عندنا اراضي كبيره. وانت استصلح الفلاح هو يرتاح نفسيا، احنا هسه بعدنا بالقرون الوسطى نزرع. صحيح. زراعتنا هسه لما انتج على الفلاح ما عنده بعد ذيك المكانيه ولا القابليه، شباب تعلمت مدارس
وتعلمت الاجماع وانترنت وموبايل زين، هذا بعد ما يقدر يواكب عمليتنا، ولكن احنا يجب ان نكون نطور زراعتنا مثل دول العالم متطوره. نعم. يعني انت اذا عندك زراعه متطوره كلها عندك ما التزقي بال يعني بالاجماع تحصد بالاله، فهنا العمليه تصير كل العالم تتجه للزراعه وتنطي انتاج. يعني سوى الدليل عندنا انتاج عندنا العتبه العباسيه مو بارك الله بهم، يعني جهود رائعه جدا وحولوا صحراء الى زراعه. يعني هاي لو هاي الظروف تتوفر وامكانيه الدوله تتوفر، هاي الفلاحين ما يهجروا، كل بالعكس يصير هجره معاكسه. يعني من المدينه انا من الناس وغير الناس وكل الناس اللي قرايبه يرجعون، وسد يشون يا ريت نرجع الاراضي الاراضي، لكن شلون يرجع؟ هو بعد على القديم ما يقدر، لا يقدر يزمس حاول، لا يقدر يزمس، تختلف الامور. هسه المفروض اكو تكنولوجيا، اكو تطور علمي، يعني حديثة. نقدر نقول انه الفلاح العراقي هو اجبر على الهجره بطريقه غير مباشره. طبعا لان ما موفرت الظروف اللي يعيش بها عيشه كريمه مثل ما من المدينه، بالمدينه اللحمه ماكلها والمرقه الصفراء ماكلها على قولت ربعنا، لكن هناك ماكو وماكو ظروف اللي تخليه يزرع. هاي واحده نجي عليها. اثنين نجي للدعم الدوله. نبدا بالمصرف الزراعي مع اعتزازي لهم واصدقائنا بهم البركه، لكن شروطهم مو شروط يعني شروط الدوله، هاي شروط بنك المركزي. نعم. تعال اعطيني جيب لي ضمان، ضمان شو تريد؟ يريد العقار. زين انا قاعد بتشول هناك قاعد، هاي صار لها عندي 40 50 سنه من ابوي الى جدي. هاي القاع انا ما تضمني، انت تضمني اجيب لك عقار منها، والعقار هم يريد نص الفلوس، اذا اعطاني مليون راح اعطي نص مليون لمن؟ لابو العقار. لابو العقار. خرجنا نص المبلغ خارج عمليه التطوير الزراعي. المفروض تدرس هاي العمليه بشكل هذا. مستمره هاي بعد القوانين؟ ما لا تزال لحد اللحظه هذه. انت انا مريت على مصرف الزراعي مال قبل شهرين قال والله عندي 200 معامله تعاني من عمليه الضمان. 200 معامله، كم مشروع بها هاي؟ صحيح. زين ليش ما انت تضمني بارضي؟ انا ارضي هاي من تعطيني هسه تعطيني بدونا مليار ما اعطيك اياه، لان ارضي وارضي. زين انت اضمني بارضي او اضمني بالمشروع، حتى في مشروع انت تعطيني مشروع تريد تسويه. هسه احنا نعاني من المياه، واكو تقنيات حديثه ممكن هاي المياه نقدر نرتب امورها. اكو خطوه انه يكون اخو على التقنيات. انا تحياتي الى دوله رئيس الوزراء والنعم من عنده بارك الله، هو ابن القطاع الزراعي الرجل. نعم. ورجل الى مكانته. فهنا مع المرشات والامور من هالمكان ادعوه اتمنى انه يسهل عمليه المرشات، موضوع الضمانات. موضوع الضمانات زين، هسه يريد مرشه، مرشه تريد ضمان، وهسه انت ما تعطوني هسه جايه ما ينطون حصه خطه للفلاح. صحيح. الا يجيب هذه. زين هذه انت معقدها علي، شلون اجيبها؟ انت ليش ما توزع لي اياها؟ وزع لي اياها الدوله عليك امكانيه 50% دعم و50% انطيني اياها قصدها عليها وانت ضمان، وهي ضمان المشروع، انا بشرح افكها وابيعها. فهنا العمليه انت انطيني تعال انا فلاح يعني شعبه زراعيه، تعال ايش قد عندك؟ 100 فلاح. هاي ال 100 فلاح رش عليهم جيدين مضبوطين مشروعهم، تعال تستلمون وسجلهم يمك، والتسديد يصير بعدين من على الحاصل. فالمفروض هيك يصير، اكو مساعده تهيئ للظروف. زين تعال انت ما تعطيني خطه زراعيه يعني شيخ، هذا القرار 100% انه الفلاح اللي ما يستخدم تقنيات حديثه. نعم موجوده هسه صارت مدعومه، يعني صار بها حكي. شلون يلحقون؟ شلون يلحقون كل الاراضي الزراعيه؟ وهي هنا المشكله، اولا وقت مالنا راح ما شيء باقي شهرين ثلاث اشهر. زين احنا هنا المفروض اكو شغله، يعني انت تربطني تعال بالتجهيزات الزراعيه، وانا لما اجيب عقار تجيب انت هيئ لي شعب زراعيه، شعب زراعيه تعال اعطيني الفلاحين اللي عندك ايش كم تريد؟ تعال كل شعب زراعيه فد 1000 او 500 مرشه وزعوها، تاخذ علي تعهد انا يسددك بس دعم 50%. يعني هسه المرشه خروج قد تكلف مثلا 60 مليون واحتمال يجوز بالزيجات اكثر. صحيح اكثر. زين هذا ما عنده فلاح 60 مليون، انت ايش تسوي؟ دعمه ب 50%، 50 الثانيه الحاصل ماله يسد كل شيء انت لمدة. نعم. سنتين أو ثلاثة، أهم ما نقول طولوا 10 سنوات، لا. نعم. سنتين ثلاثة كل شيء يقدر يسد الفلاح. فهنا هسه دعمنا الزراعة وطورنا الزراعة، احنا تعرف انتاجنا السنة عبر الأربعة 4 مليون 4 مليون ونص عبر تقريبا، هو يعتبر اكتفاء ذاتي بالبطاقة التومينية يوصل. ليش؟ الناس اشتغلت الله هيئ لها مطر
وبارك الله بدورة رئيس الوزراء شجع العالم وقالهم تستلمون، فالناس من صارت عندي انا استلم فلوس من الان. كل الفلاحين اللي سلموا واستلموا كلها استلمت وما يطول. هاي اول سنه بالتسويق والسنه بعد اكثر لانه كان وقت لك هاي هو من صارت عندي ثقه انه تنطيني فلوسي لا تجي التاجر ولا تجي غيره. يعني انت تصور السنه الامطار الدايميه يعني الزراعه الدايميه اللي صارت عندنا بالشمال انتاجهم رائع جدا ولا يزال يسجلون لحد الان. حتى اقليم كردستان انطى انتاج مو طبيعي زرعوا حتى الجوال وهذا شيء جيد رائع جدا. اكيد طبعا احبه المشاهدين عندنا فيديو يشرح على اسباب وحلول الهجره من الريف الى المدينه، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. الحقيقة أسباب مقنعة للهجرة من الريف إلى المدينة، يعني مثل الأسباب حقيقة الرئيسية اللي ذكرت في هذا التقرير حقيقة مقنعة. يعني اليوم الفلاح العراقي من سنوات سابقة دائما تكون الريف أو القرية الخاصة به أقل خدمات من مراكز المدن بموضوعة المياه، وصلت مرحلة أنه مياه الشرب ما توصل في الكثير من القرى والمناطق، كهرباء، خدمات صحية. أنا كثير زاير قرى أنه لما أسألهم أنه أطفالكم وين يروحون المدرسة وهذا على بعد كيلوات حقيقة، وهذا الطين والمطر وليس بالضبط. إيه ليش هاي السنوات كلها وأنت والاتحاد عمره طويل جدا يعني دائما أنت الربط بين الفلاح العراقي والجهات الحكومية، ليش ما تحولنا إلى الريف العصري، الريف اللي تتواجد به المدارس المستشفيات وغيرها، وعندنا دول تحولت إلى هذا الشيء، ليش ما تحولنا الى موضوع تحديث القرى تحديث الارياف؟ يعني سياسه الدوله، سياسه الدوله انت من تريد توفر لي هاي الخدمات كلها واجبك مو واجبي انا، لا واجب الاتحاد ولا واجب الفلاح. نعم. انت انا بالنسبه لي مواطن هنا حق عليك ان توفر لي كل الخدمات، المستوصف والمدرسه والشارع وهاي كلها توفر لي، الاناره يعني زين، انا كلها ما متوفر عندي زين، شلون اقدر اعيش عائلتي؟ ناس بدت تشوف المدرسه وتشوف الانترنت وتشوف التلفزيون، ما تقدر تقاوم هاي الامور، اكو امور اكثر يعني صراحه نفسي يصير عندنا ما اقدر. فاحنا اذا توفرت هذه بالعكس اغلب الناس ترجع مثل دول هاي اوروبا وبلندن وغيرها. صح. المتقاعد من يطلع يروح يدور لا قاعد يقعد بيها هناك ويسوي، لان ما يتعب كلها عاد قام يزق الماي وشارات وامور انتاجه كلش، واكو انتاج يصير تتفق ويا المسوقين، احنا تسويقنا صفر زين، وماكو ضمان لزراعتك. انت تذكر من تجينا طماطم نقوم نذبلها بالشارع، انت جالس ارقي ده يوصل فلس ونص بينما يوصل ترفع مال عمليه النقل ولا هذه يصير سعره هيجي، ولا ترى سعره بالحق شيخ مطلع على تجارب زراعيه لبعض الدول؟ والله ما رايح لهناك غير بس انا قلت رايت مثلا انك تونس ايش قد ما دولة فقيرة الفلاح يعني عنده ضمان اجتماعي مثلا لا سامح الله الموسم مالته هذا غير جيد، اكو ضمان من الدولة مثل المتقاعد؟ اكو دول برا عندهم ضمان. تني شاي حسب بنغلادش بنغلادش نعم. شوف حلو شوف وهي طبعا حجم مساحتها كلش صغير نعم صغيرة وزوجها 160 مليون صح مو عدد كبير زين جدا. هذه اجت ناس عندهم يعني سياسه حقيقيه لتطوير البلد، طوروها صارت مدينه اصلا. جهزوا تعال اي واحد تعال انت شاب اخذ هاك هاي فلوس اشتغل، ماكو ضمانه بدون ضمانه، اشتغل. يعني انت هنا ماكو هاي الشغلات، انا فلاح، انا فلاح وقاعد وهذه ما تدعمني، ما تضمني، لا طاقه شمسيه موجوده وما تكلفك بالدوله، اذا جبت لي اياها راح توفر هم بيئه نظيفه. إضافة كهرباء موجودة ومي عندي موجود وأقدر كل شيء أسوي هنا. ماكو اهتمام. إيش قد تعرف ناس هاجرت من الريف إلى المدينة؟ هواي
هواي حاجة. لما تسألهم شنو السبب؟ هو هذا الشيء أسباب. أسباب المياه حالياً. مياه، خدمات، كل ما قاعدين. زين هذا يعني يجي على إضافة إلى الوضع المادي يعني. نعم. هذا لما يزرع ما عنده تسويق، ماكو ضمان، ماكو ضمان يبيع لك، يذبه بالشارع. فهنا العملية شو يسوي؟ يقول لك أنا أخسر مرة مرتين بعد مين أجي؟ وكله يأخذونه بالدين. مو ذاك اللي أكو تسليف مو سوي، أكو تسليف هذه. لكن تعال جيب لي الضمانة، ضمانة الفلاح ما عنده. جيب لي موظف، الموظف أخذ له كذا مليون، يلا يكفني حقه. يقول لك أنا أضمن نفسي. العقار وكذلك. هاي العملية المفروض أكو ضمان آخر، ضمان هو الأرض، ضمان مشروع. في سبيل يعني لا، يجب ان يكون هناك تركيز من الدوله بموضوع الدعم، دعم لا محدود، دعم لا محدود والله، دعم في سبيل اطور هذا الواقع الزراعي. واثنين احنا اكو مساله المي هذا الموجود ممكن يصير به ترشيد بصيغه اخرى. نعم. احنا حد الان عندنا السقي يعني بالسواق يعني المفروض هسه بالانابيب بالري المغلق، مي ما راح حتى لا يصير به تبخر. صحيح. ولا يصير بي حتى في سبيل يوصل الى اكبر مكان وابعد مكان، حتى نقدر نسقي كل جيعاننا ونوصل الفلاح يوصل مي. نعم. لكن العمليه هذه احنا يعني هاي صار لها نفس العمليه. يعني اليوم ملوا صاحب البستان اللي يحول بستانه الى قطع سكني ويبيعها. لا يعني ما نجي مبالغ، عندك ساي طرف بغداد نجي مبالغ خياليه، فيقول لك انا اعيش ملك، انا شدي انا ما شاء الله. وهذا المبلغ الخيالي يمكن لو يظل يزرع 30 سنه ما لا يطلع لحد ما يموت هو وابنه ما يحصل ما يطلع. اي فان شاء الله. فالعالم هذا اللي يصير. لكن انت لو مثلا موفر لي هاي الشغلات ما اعوف بستاني ولا اعوف بيتي. يعني اكو ناس يعني ما تعوف النخله الوحده انت تشيلها ولا تشيل الشجره. ليش؟ يقول لك هذا يعني تاريخي واهلي وبيسترزق من عنده. لكن اللي بعيد ومن بعيد عن المي لا يقدر يوصل مي ولا يوصل خدمات. هذه شوف قهوه يبيع وينزل. نعم. طبعا احبه المشاهدين، كاميرا قناه الايام الفضائيه كانت في جنوب بغداد بحقيقه منطقه اسمها الحريات. هذه المنطقه اللي كانت زراعيه ومهمه جدا، وفي منطقه استراتيجيه بين محافظه واسط وبغداد وبابل، وكانت المياه توصلها بكميه كبيره جدا، ولكن للاسف وصلوا الى مرحله حتى مياه الشرب ما توصل لهم. خلونا نشاهد هذا اللقاء وراجعين. غرم من عندنا احنا ما عندنا شغل، لا عندنا غنم، لا عندنا بقر، لا عندنا زراعه، كل شيء ما ادري غيرهم. هم ما عندهم وين الزراعه. هسه هاي جت من جانبهم مي، ماكو ما يزرعون، بقوا مكنكي. زين اغلب الناس الان الشباب ها شلون عايشين؟ والله اللي عنده شرطي واللي عنده جندي واللي ابنه معلم عايشين على هاي العيشه. والله وين يروحون يعني؟ هم هنا قاعدين، هم مي ماكو. هسه يجيبون سيارات من الولايه، يجيبون من المحمودية من الحصرة. لا لا اليوم تقرير وزارة موارد المائية قالت لكم يا ما تزرعون بعد، بس نوصل لكم مياه شرب، صح؟ لا و... اي صح. هذا تبليغ وزارة المائية. يجيبون مي ما يصل استاذ، هو 30 كيلو الشط عندهم، ويشتغل اربع ساعات خمس ساعات المضخة. توصل لهنا 30 كيلو؟ ما توصل. هسه حاليا مي شرب ما عندهم بهاي المنطقة. ماكو. يمكن زارنا الشيخ مرة قبل شهر هيك. الشيخ همام دكتور. زارنا جزاه الله خير، وهو أول مسؤول يطب هاي المنطقة. أول مسؤول من الدولة يطب هاي المنطقة هو الدكتور الشيخ همام حمود الله يحفظه. أول مسؤول. يعني وصلتوا له كلامكم؟ وصلنا له كل شيء، وقال إن شاء الله وعدنا خيرا. شوف الله كريم ان شاء الله روح. يعني صحيح انه هو اول مسؤول؟ والله اول مسؤول. يعني رأسه اول مسؤول من حكومه عبد الكريم قاسم لحد هاي الساعه، اول مسؤول يطب هنا هو سماحه الشيخ. اها. انا صار لي عمر 70 سنه من اسولف وياك، انا ما سمعان من فلان وفلان، هاي شايفها انا، شوف عيني ولازمها بيدي. نعم. بس وصلتوا له طلباتكم؟ وصلنا له ان شاء الله طلبات، وان شاء الله يعني متفائلين بخير ان شاء الله يا رب من سماحته ان شاء الله. وايضا يمكن انت حسب كلامك عندكم لقاءات مستمره وياه. مستمره وياه. ما كان عندنا لقاء بهاي المنطقه قبل شهر هيك، كان هو هنا يمنا وشاف الوضعيه. اي ما وقع حال. نعم. تألم من شاف هاي الوضعيه. شلون ما تألم؟ يعني حيل تألم سماحه الشيخ من شاف هاي الوضعيه، قال معقوله؟ انا بالنسبه ان شاء الله هم نجيب القناه تخليها هنا شوف خدمتكم من الله يحفظكم. خلالكم يعني نوصل صوتنا سماحه الشيخ الدكتور همام حمود جزاه خير والله رجل
انه وصلنا الى هذه المنطقه، على ايضا نشوف معاناه اهلنا اللي اليوم واجبنا نوصل صوتهم. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. طبعا هذه الصور من زياره سماحه الشيخ الدكتور همام محمود رئيس المجلس الاعلى الى عشيره البعجي في جنوب بغداد، لحقيقه ظروف ماساويه جدا بهذا الموضوع اللي ان شاء الله تحل اغلب هذه الامور، مو فقط في هذه المنطقه، في مناطق متعدده. يقول لك مياه شرب متى وصل؟ والله اول مره اني ابارك الشيخ وبارك الله به للوصول هذا. نعم. وهذه تعتبر دعم للانسان حتى لو الحاله المعنويه، يعني الحاله المعنويه من توصل لهناك الرجل يكون قدر. فنتمنى له الموفقيه بهذه الزياره. نعم. بالنسبه للمي احنا قلنا ماكو، حتى انت لاحظنا الساقيه هاي، تعرف هاي الساقيه يغسل معدته ويشرب معدته وياكل معدته، هذا سليم صحيح. زين هذا الساقيه، هذا الساقيه مال المي، هذا لو تجي على شكل بوريات انابيب يعني ري مغلق، مكان قد يوصل ويوصل ابعد مكان، واثنين تبخر ما يصير عندنا 50% ينهدر بين ينسحب الارض وبين قصدك شيخ انه لازم يتحولون الى موضوع التبطين لو الانابيب؟ لا الانابيب المغلق ما تفيد، المغلق حتى التبطين ما يفيد، ما يفيد بعد. احنا بالنسبه لنا هذا التبطين وقت راح، احنا هسه نعاني مي تركيا بنت السدود، واتمنى جاي تركيا واتمنى من الشيخ امام حمودي بارك الله به ودوله رئيس الوزراء وكل العالم وكل جماعة فلاحي ان نوصل ننطف الرساله للاردوغان، سمعت على اساس يجينا صح اكو اجى، اذا اجى بكي ينطينا طاقاتنا الحقيقيه، مو 30% من طاقاتنا الحقيقيه. ما عمي ما نريد زايد، نريد احنا ما لازم عمي، خذ لك من ربع وانطينا تتروح ما يخالف، حتى وصلنا مي. بس هم هسه يعطونا 30% من الطاقات الحقيقيه، لان هم بنوا عشرات السدود على المياه، وجارة ايران هم نتمنى من عندهم. نعم. يعطونا مثلا المي ماكو هسه اللي قطعوه علينا، يوم لهم يوم لنا، اسبوع لهم اسبوع لنا، لازم يكون هناك اتفاق حقيقي بين كل بين هذه الدول. احنا نريد هسه ليش الدياله عندنا؟ الدياله ما وقفت، فيها جانت حمضيات وبساتين، زين البستان هو يموت من حاله بدون مي. فهنا المفروض اكو مي، يعني اكو احنا دول متشاطئه، دول جاره، دول اكو فد مساعدات للامور. يعني ودول اسلاميه ومجاوره مع اعتزاز كل الامور. انا اتمنى انه الانسانيه قبل كل شيء. يعني احنا ينظرون نظره الخوه والجاره حتى في سبيل شنو؟ نريد نفزعهم هسه، نقول احنا على راسي هم شرف بيهم، بيهم نعم. البركه ان شاء الله، وان شاء الله يلتفتون لهذا الملف ويساعدون الامور، واحنا نريد معتهم اسبوع لهم اسبوع ما يخالف. مراشنة يوم مراشنة دولية. اي والله على وقت. حتى في سبيل وصلنا مي نقدر نمشي امورنا الزراعيه. احنا حظنا العراق صاير بالبزايز وهم بالصدر. والله احنا المفروض قلت لك يعني مو بس التعاون، حتى احنا تطويرنا صحيح، احنا نعاني من مشكله داخليه، احنا مشلبين بعدنا بالاشارات القديمه، الري السيحي التطوير لازم يصير من عندنا، الزراعه تبدي بالانتقالات الحديثه. زين التطوير، التطوير اليوم لما الفلاح يتطور مثلا الى تقنيات ري الحديث على مستقبله زاهر يكون بالزراعه. نعم. لازم هو يبدي من نفسه، لو لازم اكو توجيه حكومي. يعني الحقيقه خلينا نتكلم بصراحه، احنا دائما ندافع على الفلاحين. يعني لما دولة رئيس الوزراء قال يابا حنوفر قروض لشراء التقنيات الري الحديث نعم. على مود الموسم الجاي ما يزرع بتقنيات الري الحديث ما نستلم محصوله نعم. شاهدنا حقيقة هناك يعني غضب عند بعض الفلاحين، لا وش ليش وما أعرف شلون مسألة ايه؟ التوعية لها ترتيب لها قوة. يعني أنا دائما أقول عمود الفقري مال وزارة الزراعة هو الإرشاد الزراعي. شو رايك بدوره بصراحه؟ والله ناس تشتغل بس ما على امكانياتهم. اها ما يشتغلون لانه الناس انا شايفهم ورايح وياهم، يعني ناس يشتغلون. نعم. بس على امكانياتهم، يراد امكانيات اكثر. قبل كان اكو ناظر زراعي موجود وياهم اسمه بالحقل هو يرشده. احنا نريد ترجع التعاون الزراعي، الناظر الزراعي اللي موجود قبل كان موجود، وعندنا الاف الاف الخريجين، الاف الخريجين موجودين كلهم، هذا كان يعيش بالجمعيه. بالجمعيه هذا توجيه الفلاح، توجيه المي، مراقب العمليه. يعني مثل اذا الفلاح وتواجه مشكله يروح يساله هو هو 24 ساعه يمهم بوز، هذه كان يعطونهم مطارات دراجات نعم بالدرجه يفتر، وكو على البايسكلات هو يفتر على كل المنطقه الزراعيه اللي هو مسؤول عنها. يعني هذا كان ناظر زراعي وكان مراقب زراعي، وعندنا الاف الخريجين كلهم خريجين زراعه،
هذول عينهم استخدم واستثمر وجودهم. وهذا الارشاد الزراعي انت من ترشدني وتعلمني تقول لي هذه وهذه زراعه مالتك زيد 50% مما كنت تزرع، يعني مثلا قبل تطلع عندك طن هسه راح يجيك مثلا طنين ثلاثه، راح يشجع. هم توعيه واضافه الى دعم نعم القروض. القروض همين مثل ما قلنا طي آلة ما لا تعطي فلوس، طي آلة صحيح طي فد 4000 5 بكل منطقه على قد المساحه مالته. نعم 1000 دونم عندها قد انطي ابو 100 دونم يعني حتى في سبيل ننهض نهضه زراعيه فعلا. اكيد طبعا احبه المشاهدين اكو تقرير حقيقه يعني عد في قناه الايام وكادر برنامج ارض السواد حول تاريخ الهجره من الريف الى المدينه واسبابها الحاليه في العراق. التقرير الاول كان يخص الهجره عالميا ولكن هذا التقرير يخص الهجره داخل العراق. نشاهد ونستمع لهذا التقرير وراجعين. تشكل الزراعه جانبا مهما في حياه الشعوب لما توفره من امن غذائي ووارد اقتصادي، ولكنها تسير باتجاه عكسي في العراق. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم حسب وزارة الزراعة العراقية، وتعاني نسبة كبيرة من المزارعين العراقيين أوضاعا مأساوية انعكست على حياتهم المعيشية التي دفعت بنحو نصفهم تحت خط الفقر. وبحسب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية إن أكثر من 40% من العاملين في قطاع الزراعة هجروا مهنة الزراعة وبدأوا البحث عن مصادر عيش جديدة تؤمن لهم دخلهم اليومي. يشكل تاريخ الهجرة من الريف إلى المدينة في العراق مشكلة اجتماعية قديمة نشأت في بداية الأربعينيات من القرن الماضي ولم تنتهي حتى الوقت الحاضر بسبب تجاهل الأنظمة المتعاقبة لها ولأسبابها وعدم إيجاد الحلول المناسبة لإيقافها أو الحد منها على الأقل. ومن أسباب الهجرة الرئيسية في الوقت الحالي هو الجفاف الذي يضرب وادي الرافدين الذي أثر بشكل واضح على الزراعة التي تعتبر المصدر الاقتصادي الأكبر لسكان الريف العراقي، وهنالك أسباب أخرى لا تقل أهمية كقلة الخدمات وقلة المدارس والمستشفيات في تلك المناطق. تقع على عاتق الحكومة الحالية تركة ثقيلة عمرها تجاوز 70 عاما. تلك التركة تتمثل بالهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة، وعلى الجهات المختصة توفير عوامل جذب حقيقية ومهمة لأهالي تلك المناطق، وهذا حق من حقوق المزارع العراقي. كل التحية والشكر للزميل علي عساف على إعداد هذا التقرير اللي حقيقة فصل الكثير من المشاكل اللي يواجهها الفلاح العراقي وأسباب الهجرة من الريف إلى المدينة. تقرير كفة ووفه ويتكلم تفاصيل حقيقة مهمة جدا، يعني مثل ما قلت أنه من زمان ولكن أسباب الهجرة تختلف. شيخ أكو معضلة أيضا للفلاح العراقي خلينا نتكلمها اليوم بواقعية، ممكن يزرع ممكن ما يأكل، ولكن فترة التسويق خاصة بالخضار أو الفواكه لما يجي الفلاح فرحان بالمحصول مالته وأحسن إنتاج والشعب العراقي ذواق إنه يحب الإنتاج العراقي ويتفاجئ إنه وجود مستورد بسعر أقل ممكن للضعف، التسويق ليش ما مسيطرين عليه بهذه الطريقة؟ معاناة التسويق كبيرة وأنا صفر، لأنه أنت الفلاح من ينتج الإنتاج مالنا، مو بس أنت الخضار، خلنا نحسب حساب الثروة الحيوانية. نعم أكيد يعني جريمة يعني نعم. في اللي أنا أنتج الحليب مالي وين أوديه؟ يعني هسه قمت أنا أسوي يعني نسوي قيمة نسوي اسمه نعم عندنا شيء منزلي قليل يعني منزلي نعم. ونقدر نبيعه وتحصل عنده يلا، والعلف مالته غالي. هاي بالنسبة للثروة الحيوانية اللي تدمر حاليا بالعراق عندنا، وده يجي عندنا اللحم من برا برخيص. طبعا الناس اثنين تشتري من هذا اقل رخيص حسب وضع الاقتصاد. اثنين الالبان اللي عندنا معامل مفروض هسه اكثر من معمل الالبان تكون ضخمه حتى في سبيل تستوعب كل الحاصل اللي يجي عندك. هسه حتى الزراعه، الزراعه انا من احس نفسي زرعت حاسب حسابي انه هذا السعر تكلفني كيلو الطماطم مثلا
200، البحري 50 خلي 250، خلي نقول هيك زين. اذا اتفاجئ وانا بعدين اجي للحاصل ابيع 150، هذا الفرق اللي اذا يصير خساره عندي منين راح اسدها؟ الواحد انا ماخذ كل هذا المدين واسدهن منين؟ يعني مرتين ثلاثه يعزف واحد بلعب يقعد. يعني من خلال كلامك انه اليوم يجب وجود مثلا اذا جانب الشق الحيواني او الزراعي وجود معامل في هذه المناطق حتى تكون اللي تكسب. كان عندنا 5 معامل مع جون بالعراق بالنعمانيه والبصره وبالرمادي وكذا، عفوا كربله وبالموصل وبعقوبه، هسه كلهم واقفات. فانت هذا من ذاك الوقت اللي كان الانتاج اقل من هذا هسه صحيح، تعرف الانتاج ضعف اضعاف ذاك، فهنا عندنا 5 معامل ومكان ما انت تجيب لي من دول الجوار او من برا تجيب لي معجون وتطلع العمله صعبه، فانت هذا هنا تطور العمليه مالتك وانت. فهنا صار عندنا هم المطالع هنا دور الزراعه لو دور وزاره الصناعه منو بهذا موضوع المعامل ايضا وزاره الصناعه مقصره بهذا الموضوع. راح اقول لك شغله واحده، احنا الزراعه ولا الصناعه، احنا العمليه انه اكو توجيه، توجيه عام دوله انت تعال. حتى ليش قطاع خاص؟ قطاع خاص ما يضمن نفسه قاعد، يريد ربح البسيط، جابوا كذا شاحنه دخلت هنا ربح بسيط. لكن هذا لو افرض عليه مثلا المستورد افرض عليه مبلغ ضريبه واخذ ضريبه ادعم بها الفلاح، ادعم انتاج الفلاح. نعم فكره حلوه. اي ادعم، دعمت الفلاح وصاعت اموره، واثنين حديت من نشاط المستورد وقدرت تطور بلدك. وها كل الدول تستخدم هذا الشيء. فاحنا نريد يعني في دراسه علميه لهي الشغلات. وانا اتمنى، وانا يمكن قبل 5 سنين ذكرت هاي الكلمه. نعم. قلت له المفروض يصير من 9 وزارات لجنه بما فيهم اتحاد العام جمعيه الفلاحيه. نقعد ناخذ من 9 وزارات؟ ها كل اللي مشتركين بالعمل، مثل الزراعه والصناعه والري والداخليه، الداخليه والكهرباء والصحه والبيئه. اكيد هذا كلهم ذني ينجمعن وكل واحد ينطي دراسه. ما عندنا بالعراق لجنه عليا المشتركه للزراعه وهاي الامور، بس المياه عندنا احنا موجوده كلها، لكن لحد الان ماكو انتاج، ما مفعله. احنا نريد انتاج عمل، يعني هاي الوزارات من هيئه امور ووضعت دراسه استراتيجيه العمل وتتخذ بيد الدوله قرار. نعم. فهذا انتهى، صار عندنا انتاج وعندنا تسويق. نعم. وعندنا تطور بالعمل الزراعي، واضافه الى بعد هجره من الفلاحين تصير عكسيه، ترجع من المدينه ترجع. نعم طبعا احبه المشاهدين، ايضا عندنا لقاء اخر مع احد الفلاحين في مناطق جنوب بغداد اللي وصف انه اهم اسباب الهجره من الريف الى المدينه ايضا شح المياه، ولكن نقص الخدمات المستمر، لا طرق لا غيرها من هذه الامور اللي حقيقه تحدث عنها بحزن كبير جدا. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعين. اليوم نحكي بالخدمات، ما شاء الله احنا على شارع من 2014 يسوون به، يعني لو 14 ناطح السحاب هنا مثل برج خليفه كان كملت. صار هذا شنو الشارع استاذ؟ هذا شارع الحريات اللي هو اللي تابع لقبيله البعجي وعشائر الغراء. هذا الشارع انفذ من عام 2014. نعم. وهسه الحين احنا يا عام 2023. 9 سنوات. 9 سنوات استاذ ظفر، يعني هاي 9 سنوات يعني صار هذا الشارع عقده نفسيه لاهالي الحريات. اها. عقده نفسيه اصبح هذا الشارع لاهالي الحريات من معاناه اللي جاي تعاني. يعني كثرة المقاول اللي استلموه، كثرة بعض زين. هذا هذا الشارع من يريدون يسووه؟ نعم. هذا الشارع موافقة محافظة واسط لو بغداد؟ لا وزارة الاعمار. ها بدون محافظة؟ اي بدون محافظة. هو المشكلة اللي صارت هو لو على المحافظة هذا انفذ، بس على الوزارة، الوزارة المقاولين تعرف انت اليوم استاذ مع الاسف يعني المفروض الدولة تنتبه لهذا الشيء. يعني المقاول انت تجي تستلم مشروع مليارين او بثلاث مليارات وما تملك لك 100 مليون، المفروض يكون رصيد عند الدوله. صح. يعني المحافظ عنده رصيد عند الدوله، العفو المقاول عنده رصيد عند الدوله من يكون هناك تلكب العمل او رفض العمل من المقاول، يكون عنده رصيد. يمكن لو نعطيكم ربح كان سويتوا صار لكم. يعني هو ما يملك له جزء 200 مليون او 100. هذا الطريق يعتبر طريق مهم استراتيجي لو استراتيجي، هذا يربط بغداد بواسط استاذ. بغداد ببابل. ها طريق استراتيجي يعني يخدم هاي المناطق، يخدم هاي حتى افضل ما يطلع يعني هذا لو يتبطلط انا اقول لك حتى زوار الامام الحسين سلام الله عليه يفوتون منه، يعني تنتعش المنطقه. تنتعش المنطقه.
اصبح عقده نفسيه لهذه الحريات مع الاسف. نعم يعني. كهرباء، مستوصفات، مدارس، امور. مدارس عندنا مجرد مدرسه دار الحكمه التكميليه. ايش قد بعدها؟ يعني قريبه علينا من نام وبعيده. ممتاز. إيه. كذلك هاي اعداديه لو ابتدائيه؟ لا ابتدائيه. واعداديه صدر الامر بها بس الناس تبرعت جزاهم الله خير. من ضمنهم الاخ بكر الشنون تبرع ببعض المواد، ومنا العقيد بن عمي احمد بن عباس منسي يعني تبرع بمبلغ مادي. اي مبلغ مادي تبرعوا بها بناء، وبعد يعني مجرد حيث الانشاء. اها يا نعم. الله. اي والله. انا ليش اساليك الاسئله احبه المشاهدين؟ لان حتى ما يجي يوم نلوم الفلاح يقول ليش هاجرت للمدينه؟ صار ازدحام بالمدينه، فرص عمل. انا اعرف ناس واقفين هسه كانوا مزارعين واراضي وخير من الله، قاموا يطلعون الفجر يروحون للدوره ولا مناطق بغداد على مود يشتغلون حمام. يشتغل الجلاء معيشته استاذ. ماكو يعني شيء الفلاح اذا ما عنده ماي، اذا ما عنده اسمده، اذا ما عنده كهروبه. واقع صحي والكهرباء كلها لازم. كلها نعاني من عندها، يعني احنا واقع الصحي هنا ما عندنا، يعني احنا لا يصير عندك مريض لا سامح الله. اي تخربط مثلا بالليل وين تودي؟ اروح للصواري 35 كيلو. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، نفس المصايب خلي اسميها مصايب هواي. يعني هسه لما نشوف الاطفال مدارسهم، بينما هنا اكو ناس روضات عندهم بالفرع اربع مدارس خمسه صارت اهلي. زين هذا اذا يدق مشي هذا من الصبح ويرجع الظهر، يعني هاي معاناه الطفل شو يصير بهذا؟ اضافه الى المستشفيات اللي مستوصل 35 كيلو. زين حاله اللي يوصل يموت، يموت في الطريق يموت. فهي انت خدمات ماكو، فانت وتريدني ابقى بداري ما ابقى، ما ابقى لا تجيني كم فلوس ابيها ولا نزل. هاي الناس فكر يعني نقول لك انا ماكو مستقبل عندي، لكن لو هاي الاراضي كلها استصلحت ومياه وتوفرت الخدمات وتوفرت الامور اصلا ينام القى ما اصلا ابو المدينه يروح هناك بالضبط. هي هذه الشغله اللي يعني نقول بها الهجره نتيجه الظروف الصعبه اللي يعيشوها، لا مي لا كهرباء لا خدمات لا امور، كل شيء ما عنده. زين هذا اللي يخليها ترجع العالم، ولا العالم ترى يعني تتعذب هنا ببغداد. ليش؟ زحامات وشغلات صحيح ما متعودين، ضجيج ما متعودين، يعني بينما هناك جنه، يعني انا الريف هو الجنه نقال اجواء وغيرها. لكن هذا اذا توفرت به الامكانيات اللي الخدمات الامور الجيده كلها تبقى. زين انت عندك هسه مسافته هالقد وعنده الحليب ماله، اذا بقى ثاني يوم يتلف، واذا يودي على هالطرق هذه هم يتلف. صحيح. لو كان مثلا كل منطقه بها مركز تجميع، مركز تجميع زين، وكان هذا راسا يروح هاي معامل مال موطئ ومال شنو، احسن ما يجينا هسه من الخارج وكل عمله صعبه تطلع بالدولار وما تدري شنو ايش بيه ما بيه بالدولار. احنا ما احنا مال الشغلات المسرطنه وشغلات الامور هذه بالله لها اخر، لكن تحكي لي هذا وين الفريش ويجيك بنفس اليوم؟ يعني اكو خدمات حلوه بس ما اعرف لحد الان ما حد فكر. مع اعتزازي كل اساتذتنا وجامعات المفروض دراسه دراسه. نعم. دراسه توضع دراسه وتطبق رسميا وتمشي والعراق يصير جنه وخير، وان شاء الله تصير جنه وخير. ان شاء الله. طبعا احبة المشاهدين الفيديو الجاي ممكن بعيد عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن مهم لما يعني اليوم دوله رئيس الوزراء نتحدث عن بعض الإنجازات للحكومة الحالية. حقيقة ذكر الزراعة بكل فخر واعتزاز على الإنجاز، خاصة بموضوع التسويق، وبما أنه وضعنا اليوم رئيس الوزراء بهذه الحالة من الفرح والفخر بهذا الإنجاز الكبير اللي يعتبر أيضا هو جزء منه والحكومة جزء منه، نتمنى أنه هدية الفلاح العراقي بتسهيلات موضوع القروض والمصرف الزراعي، انه لان الاربعة ونص ممكن اذا توفرت تسهيلات السنة الجاية ممكن ستة ونص ان شاء الله. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم طبعا، كل التحية والشكر لك، الوقت خلص. اي والله اضيف انا اول وحدة قلت لك انه تحية الى رئيس الوزراء. نعم. واني ابارك له بكل الخطوات اللي يمشي بيها، وفعلا بكار يعني كل خطواته جيدة، اضافة الى انه هو ابن القطاع الزراعي اللي اريد من عنده. يعني اول وحده اتمنى كل لقاء خلينا نشرح له كل الشغلات ان شاء الله. واحد، اثنين احنا نريد من عنده دعم المرشات
حتى في سبيل لأنه تتهيأ كلها، وإضافة إلى الأسمدة أن توصل في وقتها. وشغلنا معاه من بصرة هن أربع خطوط، حتى لو ما خطين نلحق قبل ما نقدر نستوي إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا، الله يحفظك. شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، لما تنتهي حلقتنا لهذا اليوم اللي تحدثنا بها عن الهجرة الإجبارية للفلاح العراقي من الريف إلى المدينة، وإن شاء الله يا رب الحلول توضع بسرعة، يعني حقيقة الأعداد كبيرة جدا وخسارة الأراضي الزراعية كبيرة جدا. إلى هنا تنتهي حلقتنا، نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.